Hyperkalemia means what? Hyperkalemia. هلا potassium concentration in the plasma يساوي 3.5 إلى 5.5 ملي equivalent per liter. أقل من هيك hypokalemia وأكثر من هيك hyperkalemia. وإحنا إذا البوتاسيوم صار 7 معناته إحنا طوالي بنسوي ECG looking for certain waves because this might cause cardiac arrest. The cardiac arrhythmia is serious cardiac arrhythmia. Serious. It's not just palpitation. بوتاسيوم إذا قديش التركيز البوتاسيوم إحنا راح ناخده 4 وين 4 extra cellular intracellular بوتاسيوم 150 إذا البوتاسيوم جوه الخلية 100 كنت احفظوا هذا الرقم أنا حكيته كثير وبرا الخلية طيب إذا البوتاسيوم channels are open شو بصير البوتاسيوم بفوت ولا بطلع بطلع باي سمبل ديفيوجن ولا فاسيليتيتد ديفيوجن ولا اكتف ولا باسف ولا شو باسفلي لما طلع البوتاسيوم سبوا شوي 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 لما طلع البوتاسيوم البوتاسيوم بوزيتيفلي تشارج فبصير جوا نيجاتيف عم نخسر بوزيتيف لما يصير نيجاتيف بصير هلا الالكتريكال فورس اوبوزينج ذا اوت فلكس اوف بوتاسيوم فهو ما تخليه يطلع لانه هذا بوزيتيف ما نيجاتيف بربطوا مع بعض فلما يوصل نيجاتيف معين درجة معينة يقول له خلاص عندك بكفي يعني تكون الالكتريكال فورس equals and opposite to the chemical force chemical force اللي هي 35 ضعف 150 على 4 35 how much negative here how much negative do I need to reach to prevent outward potassium outflux of potassium exit of potassium how much negative يعني هذا على this negativity this negativity بصير البوتاسيوم at equilibrium شو معنى equilibrium يعني البوتاسيوم channels are open but net movement of potassium is zero يعني البوتاسيوم اللي بدخل بتساوي البوتاسيوم اللي بطلع net movement zero اذا قديش لازم يكون في negative جوا مشان to counterbalance الكيميكال فورس اللي هي الكونسنتريشن جريدينت 35 تايمز هاي احنا بنستعملها نيرست ايكويجن نيرست ايكويجن بتحكي الاي كي شو معنى اي كي هلا شو معنى اي شو معنى اي هو البوتنشال فولتج كي بوتاسيوم يعني هو البوتاسيوم ايكوليبريوم بوتنشال طب شو معنى كلمه بوتاسيوم ايكوليبريوم بوتنشال شو معناها بوتاسيوم ايكوليبريوم بوتنشال هي it is the potential يعني the negativity the cell membrane which generate a force this force
equal and opposite to the chemical force. This force keeps potassium in because it's negative. The chemical force pushes potassium out. So these two forces are equal. مع إنه عم نحكي أبل مع أورانج. عم نحكي chemical مع electrical. ماشي؟ إذا how much negative؟ كيف تعرف how much negative؟ نستعمل equilibrium, نيرس equilibrium potential. إذا هذا اسمه potassium equilibrium potential. إذا هو شو معنى potassium equilibrium potential؟ كمان مرة. إنه how much negative inside I need to reach to prevent outward of potassium due to concentration gradient. مفهومة؟ حكيت 10 مرات. مفهومة؟ بكرة بسألكو مش تسوي له براسكو هيك؟ طيب إذا pK تساوي minus 61 log potassium in على potassium out. Out تحت دائما N 150 out 4 150 على 4 35 لوك 35 واحد ونص واحد ونص ضرب ناقص 61 تصير ناقص 90 ملي فولت. يعني إذا وصلنا هون ناقص 90 ملي فولت وفتحت البوتاسيوم شانات البوتاسيوم لا يفوت ولا بطلع. إذا أنت لما تشوف إنه الـ resting brain potential is minus 90 شو بتفهم؟ شو بتفهم؟ لا شو بتفهمي؟ كاترينا كاترينا شو بتفهم الاسم؟ لا لا ما فوت ولا يطلع عيده غير هالحكي قلت لا أنا كمان أقول لا اليوم عشان هو فتحين آه معناته البوتاسيوم channels are open other channels are closed and therefore the resting membrane potential is equal to potassium equilibrium potential لأنه شوفوا لأنه البوتاسيوم بده يرتاح إمتى يرتاح البوتاسيوم؟ لما القوة اللي تسحبه لجوا تساوي القوة اللي تطلعه لبرا البوتاسيوم عايش هيك توازن this is equilibrium. إذا البوتاسيوم بقول لك أنا مشان أرتاح بوصله ناقص 90 خلص بعيش مع بنام ما حدا إله عندي. بس البوتاسيوم في عنده صوديوم جنبه. فلو كان الأمر للصوديوم لو الأمر للصوديوم الأمر للصوديوم ENA يعني نفرض مش بوتاسيوم فيه وهذا عبارة عن صوديوم 14 وصوديوم 140 مظبوط؟ لكن ناقص 61 صوديوم N 14 صوديوم out 140 14 140 واحد على 10 واحد على 10 تساوي 10 قوة ناقص 1 لقها ناقص 1 لق ال 10 ناقص 1 ناقص 1 ناقص 1 ضرب ناقص إذا زائد 61 إذا لو كان الأمر متروك للصوديوم الصوديوم هلا هون 140 وهون 14 أنا في الصوديوم لازم يفوت مشان أمنعه يفوت بسوي جوا بوزيتيف قديش اسوي بوزيتيف؟ زائد 61. إذا لو كان الأمر متروك للصوديوم، كان الصوديوم سوى الممبرين بوتنشال زائد 61. فلو فتحنا أعطينا ستيمولس. أعطينا ستيمولس، فتحنا شو بيعمل الستيمولس؟ ما بيعمل شيء، بس بيفتح برمات الصوديوم. فالصوديوم طوالي بجوا. بيحاول الصوديوم يوصل لزائد 61 عشان يكون إكويليبريوم. بس هو ما وصل. وصل للعشرة للعشرين للثلاثين ليش أنا التشانلز تسكر ولا هو لو ترك الأمر إله ما وصل 62 وصل زائد 61 أما لو ترك الأمر للكالسيوم إحنا في عنا بس صوديوم في عنا بس بوتاسيوم سكروا الباب سكروا الباب لو ترك الأمر للكالسيوم الكالسيوم هاي عبارة عن 2.3 RT على زد F والزد هو الفيلنس والفيرنس هو يعني الشارج تشارج 2 فبالتالي هو ما تصير 61 تصير ناقص 30 ونص 2 30 ونص بدل لان بنقسم على 2 ضرب لوك كالسيوم ان كالسيوم ان 10 سالب بدل
هاي 10 ناقص 3 ناقص 8 ناقص 3 تساوي 10 ناقص 5 ناقص 5 لوكها هاي تساوي ناقص 5 في ناقص 30 تساوي زائد 150 لأن الكالسيوم هون كتير أعلى فمشان ما نخلي الكالسيوم بدك تساوي زائد 150 هون إذا لو ترك الأمر للكالسيوم كان سواه زائد 150 جوا لو ترك الأمر للصوديوم سواه زائد 61 لو ترك الأمر للبوتاسيوم أنا ما عم فيك على الكلورايد سواء ناقص 90 كل واحد بده يدير النار على قرصه every ion اكتبوا هالجملة every ion tries to reach equilibrium to stay at equilibrium state equilibrium والله اللي نايم جنبك هذا فيقول روح يا ابني غسل وجهك روح اطلع برا بسرعة غسل وجهك تعال اركض طيب كل واحد الإكوليبريوم بده يوصله غير عن الثاني مين اللي بده يقرر؟ أي واحد فيهم بده يقرر؟ أي واحد فيهم بده يقرر؟ محصل أي واحد فيهم بده يقرر؟ اللي في تشانلز فاتحة اللي تشانلز تعينه فاتحة هو اللي راح يقرر عشان هيك بالكاردياك بالفنتريكل يبدو البوتاسيوم شانلز هي الوحيدة الفاتحة بينما بالإسينود يبدو أن الصوديوم فاتح شوي عشان هيك ناقص 60 مش ناقص 90 طالع يبدو بالسموث مسلز كمان الصوديوم فاتح أكثر لسه لأنه ناقص 30 يبدو بالآر بي سي يبدو الصوديوم أحسن من البوتاسيوم فاتح لأنه ناقص 7 إذن هلا لما تطلع على الريستنج بريم تنشن اللي أنا بحكي الأربع أرقام هاي It tells you which conductance is the highest among these three guys, which I mentioned. Okay? إذن هلا كل هالحكي إحنا مشان البوتاسيوم بس مشان تفهموا اللي حكيته كل كلمة حكيتها بتحط حالك قدامك. ما هو حكي له لزوم كبير ولا بتشوفه ليش لزومه. إذن هلا إحنا الريستنج ميمبرين تنشن هو يساوي إي كي. بالنسبة للفنتريكل ويساوي ماينس 61 لوك بوتاسيوم ان بوتاسيوم طب البوتاسيوم اب كان 4 صار 8 كان 4 صار 8 معناته لوك صار 17 ونص بدل 35 150 مش 4 صار 150 على 8 17 ونص اللوك تبعها 1 وشي 1 وشي يعني التقرير تقول ناقص 6 61 ضرب 1 وشي يعني كان يقول 70 اذا صار ريستنج ميمبرين وتنشن الان ارتفع البوتاسيوم صار ريستنج ميمبرين وتنشن في الفنتريكل ناقص 70 ملي فولت الفنتريكل كان ناقص 90 صار ناقص 70 بارتفاع اذا العلاقه هي شوفوا العلاقه طلعوا كيف هاي بوتاسيوم اوت العلاقه هي ريستنج ميمبرين وتنشن هون ناقص 100 هون 0 هون بوتاسيوم اب كل ما زدت البوتاسيوم بصير ليس نيجاتيف بعدين نزول بالمعادلة طب شو يعني صار ليس نيجاتيف يعني صار ناقص 70 واتس بيج ديل صار ناقص 70 يا سيدي شو يعني شو صار يعني بده اقل يوصل للثريشولد لا شوفوا شو صار احنا بنعرف انه بالفنتريكل في اشي اسمه فاست صوديوم شانلز فاست صوديوم شانلز means انه you depolarize full depolarization in no time يعني بسرعة positive feedback تدخل صوديوم تدخل يعني توصل زائد 30 in no time يعني the slope of the phase is almost infinity يعني هيك زاوية كانها 90 درجة هذا فيز زيرو تتذكروه بعدين في باقي الفيزز يعني هون إذا كان ناقص 90 بس إذا كان ناقص 70 بتصير الفاست صوديوم شانلز كلوزد ان اكتف لأنها فولتج سنسيتيف بينما كانت هي كلوزد اكتف
إذا هلا ما أنت بتقدر تفوت تعمل ديبولاريزيشن بالفاست صوديوم شانلات بصير بدك تدخل يقطع معناته بصير هيك ليش صارت كلوزد لأن هيك هي الكاينتكس تبعها هي الكاينتكس تبعها هي هيك في ال جيت و اتش جيت وقصة طويلة هسا وثيوري هاي بتقدر أشرحها بس ساعة على الفاضي ما أخذتوا ال جيت و اتش جيت ثيوري هي نفسها هي إذا هلا خسرت أنا إيش؟ فاست صوديوم شانلز هلا أنتوا هون اسمعوا يا الأخير بنات أنتوا وان فنتريكل خلايا وأنتوا كخلايا أنا بدي إياكم لما تنقبضوا تنقبضوا مرة واحدة at the same time simultaneously as one cell شو معنى simultaneously؟ يعني لما هون أول خلية تنقبض أول خلية عم تنقبض بنفس الوقت فإحنا هيك بتكون effective أما أنا ما بدي أول خلية تنقبض وهذيك نايمة بينما ذاك ينقبض هو اللي بينام ما بزبطي بصير ال effective طب أنت مشان تعمل هذا الإشي لازم الإكسايتيشن يوصل لكل الخلايا at the same time. إذا لازم الكوندكشن فيلوسيتي تكون إكستريملي هاي. مظبوط؟ معناته إحنا هون أول خلية نعملها ديبولاريزيشن فيز زيرو. وطوالي في جاب جنكشن بيعطي هالديبولاريزيشن للي جنبه. بعدين هو بيقعد في البلاتو قد ما بده، هو كيرز. هون بسرعة صار بكون الفيز هيك 90 درجة بصير أنت يو ريتش انت فاخو في الشيء لا يعطيه انت اول شيء بتصير ديبولارايز بعدين يو ديبولارايز يور نيبرينج سيل فاذا هيك تنتقل التنبيه بسرعه كبيره جدا بينما لو كان هيك زي ما انا رسمته سلو شوفوا هاي معناته بدي يصير هيك بدي هذا الوقت كله مشان اعمل الماكسيموم طب هاي الخليه الخليه الثانيه بدها هالقده والثالثه بدها هالقده معناته بصير هون بسوي كونتراكشن وهناك فيش كونتراكشن لما يصير هناك كونتراكشن هون فيش اذا اهم شيء في الفنتريكل شو انه الفيلوسيتي اوف كونتراكشن تكون ايش هاي بوعود الفضل لمين الفضل لمين الفضل لف ما هي بوركنجي باكنجي يعني ايش فيها شيء خاص يعني جاب جنكشن في حالها ما بتكفي جاب جنكشن ما بتكفي فاست صوديوم شانلز Depolarization occurs in no time. بالإضافة إلى gap junctions، نعم يشتغلوا مع بعض. ماشي الحال؟ فهلا أنا شو بصير عندي؟ لما يرتفع البوتاسيوم، يلا كمان مرة. قولوا معي. kidney failure، kidney failure، hyperkalemia. Hyperkalemia, resting membrane potential becomes less negative. Less negative means you cancel some of the fast sodium channels. So it becomes now slow sodium channels takes longer time to reach threshold. So هلا هون تقريبا كأنه القلب بطل يقبض. إذا ناقص عندي مشكلة كبيرة كتير. فأي واحد اسمعوني شوي بيجيني acute renal failure. في عندي acute في chronic بيجاني acute. إيش بفحصه؟ خلينا نقول هلا بوتاسيوم. بعدين شو بسوي له؟ ECG. إذا في ECG changes طوالي هذا الجزء خلال ساعتين يموت طوالي وين بودي على الهيموداياليسيس شو بدي بالهيموداياليسيس شو هو الهيموداياليسيس بسرعة أنا ما راح أحكي عنه كثير بس الهيموداياليسيس طلع إنه هو عبارة عن ممبرين هاي الدم المريض بجيبه لهون بمشي هيك هاي الدم وفي هون دياليسيت يعني سوائل ماشي هيك بيناتهم ممبرين هذا بيكون فيه بوتاسيوم كتير كتير قليل يعني 1 ملي كوبرت هون 8 فبصير البوتاسيوم يطلع من هون وهذا بنروح بنكب على جاري فأنا بقعد 4 ساعات وأنا مشغل هالشغلة بعدين برجع الدم للمريض باخده من الأرتري بحطه فين باخده من الأرتري بحطه فين بلف 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 وهذا على طول ماشي هيك تيارين متعاكسين هذا فيه بوتاسيوم قليل هذا فيه بوتاسيوم عالي مع كذا لفه بيطلع بوتاسيوم هون تمام هيك اذا هلا شوي شوي فهمنا انه الهايبركاليميا كل حكي عشان افهمكم انه الهايبركاليميا شو بتسوي على الستيم مبريم بس اصبت عني حكيت عن الصوديوم شوي وحكيت عن الكالسيوم شوي كلمتي هلا سؤال
البوتاسيوم ما بيصير يوصل لرقم 7 أو أعلى. طيب أنا لما أتغدى 1 ميل، الـ1 ميل فيها 50 ملي إكوفلنت البوتاسيوم، أكلت 50 ملي إكوفلنت. أنا كم لتر عندي إكسترا سيلولار فلويد؟ كم لتر الإكسترا سيلولار فلويد؟ يعني أنا مثلا وزني 70 كيلو، فيه 60% مي، يساوي 42 لتر. هذا اسمه توتال بادي ووتر، بينقسم ثلثين انترا سيلولار فلويد 28 وثلث اكسترا سيلولار فلويد 14. اذا انا اكم اكسترا سيلولار فلويد عندي؟ قديش؟ قديش اكلت بوتاسيوم اليوم؟ وزعتهم على 14، وزعوا على 14، معناته كل لتر اخذ 3.5. وانا كان عندي 4 اصلا قبل ما صار 7.5، معناته بعد ما اتغديت بموت، كلنا بنموت بعد الغداء. سيناريو هيك بحكي. اذا انا لما اكل في هرمون بينفرز من جسمي، علمونا انه هذا الهرمون وظيفته to push the glucose inside the cells، انسولين. أتاري لا، وظيفته الأهم تبوش بوتاسيوم inside the cells. فواحد عنده هايبركاليميا شو أعطيه؟ انسولين. مع إيش بعطي مع الانسولين؟ انسولين مع إيش؟ مو بصير هذا الجلايسيم، بعطيه مع سكر، مظبوط؟ بعطيه مع سكر عشان ما يصير هذا الجلايسيميا، بس بالنهاية بعد شوي بوتاسيوم بنزل. إذا الانسولين بدخل جوا الخلية، هلا جوا الخلية 150 صار 151 52 هو كيرز، بس أما هاي 3.5 صارت 7 دبل. فلما أجي أقسم لها معجزة، أما 151 أقسم ما مش معجزة، بتسويش الشيء يعني. إذا هلا لما إحنا والوي إنج يعني بوتاسيوم إنتيك بير دي، بوتاسيوم إنتيك يساوي بوتاسيوم أوتبوت، هذا اسمه بوتاسيوم بالانس. انتيك 100 ملي إكوفلنت، أوتبوت 100 ملي إكوفلنت اليوم يردي 195 are removed through the kidney و5 through other roots. فإذا الكدني هي الميجر organ regulating potassium homeostasis، تمام؟ إذا باليورين لو جيت قلت لكم clearance of potassium، كيف؟ مين بشوف بناء على حكي أنا شو يساوي؟ شوف شاطرين ولا مش شاطرين؟ زي ما أنا هيك متوقع منكم شاطرين؟ طيب يلا احسبوا لي البوتاسيوم اللي احنا بناكله باليوم يساوي قديش؟ 100. اللي بنطلعه باليوم يساوي قديش؟ 100. وين بيطلع؟ بالكليه بالبول. البوتاسيوم في البول طلع 100. احنا قد ايه كم لتر بنطلع بول باليوم؟ لتر ونص. اذا اللتر الواحد قديش فيه؟ 60. اذا الكليرانس والبوتاسيوم يساوي بوتاسيوم في اليورين 60، على البوتاسيوم في البلازما 4. طب يورين اوتبوت 1 اذا بنساوي 15، 60 على 15. بينما امبارح الصوديوم كليرانس كان اقل من 1. مش حسبناه؟ اذا البوتاسيوم 15. خلينا نشوف احنا البوتاسيوم هذا كيف نهاندل البوتاسيوم، لانه هذا كثير مهم بالنسبه لنا. خلينا نشوف الفلتر بلود، يلا احسبوا لي الفلتر بلود والبوتاسيوم، يلا احسبوه. How much? شو معنى فلتر بلود؟ How much is filtered per day, per minute, per hour, per time؟ بدنا نعرفها هاي. بنعرف الجي اف ار. بنعرف البوتاسيوم كونسنتريشن في البلازما. الجي اف ار 180 لتر. كونسنتريشن 4 اذا 720. 720 ملي اكويفلنت ار بيم فلتر بير دي. اليورين قديش بيطلع فيه باليوم بير دي؟ 100.
لأن لفات 720 طلع 100. خلينا نشوف شو صار بال 720. 720 65% reabsorbed at the proximate mu. يلا نقعدوا على الفانكو. You lose potassium. عشان هيك نحكي للمريض ياكل موز
تمام حمديات سدنا صحيح والله العظيم مرة في ممثل ما أسلسكين على كل حال الله يرحمه يمكن ما زمان ما شفته له مرة رحنا أنا بياع الحج فقاعد هيك فواحد سأله قال له شو الأخ بيشتغل قال له ممثل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قام عنه قال لي إذا مش سوى فيها قال له ممثل هيك تمثيليات كويسة ومنيحة والله في أشياء دينية فهو راسه شوية يعني إنه زلمة ستريت يعني صراحة بشوفه بالجامع لما أروح هيك صلي المغرب بالجامع بقول له بقح بقح قلت له يا شيخ عبد زلمة خلص تضلكش تنتبه للعقلية يا زلمة زلمة اشرب عصير برتقال القح بدك فيتامين سي وأنا عم بحاول يعني هيك أشد عليه الله عليك يا زلمة أنا ما عم صار أشجع عصير برتقال يا زلمة من وين أجيب عصير برتقال فبصير عصير برتقال كويس موز كويس لحمة كويسة تمر كويس جوز ما هو هذا المريض نعطيه بوتاسيوم سبلمنت اوكي مانيفا نعطي الدوسترون انتاغونيست الدوسترون انتاغونيست بس ويك دايركتيف هو والالدوسترون شو بيعمل؟ ري ابزوربشن للصوديوم سكريشن للبوتاسيوم انتاغونيست يعني ما في ري ابزوربشن للصوديوم مثلا احنا وي جيت ريد اوف صوديوم وذ ووتر اند وي دونت لوز بوتاسيوم بالعكس مش يصير هذا الكلام يعني اذا هلا السؤال هو هيك إنه الألسترون هذا هو مهم زيه زي الإنسولين. الهايبركاليميا is a major stimulus for الألسترون. هايبوناتريميا is another. And you can see two canal from that. ف يعني على البوتاسيوم مين كويس البوتاسيوم. لكن راح أسألكم سؤال سألته للجروب اللي قبليكم بس كان المحاضرة قربت تخلص وما جاوبوا إنه إحنا ليش بنشرب مي Why we drink water لماذا نشرب الماء ليش في حيوانات ما تشرب مي يعني other species they don't drink water إحنا we must drink water لماذا؟ ها إذا أنت بتحكي لحالك ارفع إيدك مشان أعرف وين أطلع مين اللي عم جاوب؟ قول هذا إيش؟ ADH عشان ADH؟ طيب شوف كيف أنا نحكي هل كم من جملة هيك دول جمل رئيسية أول جملة إنه normal people they must remove with the urine through the urine 1000 milliosmol per day يعني 1000 milliosmol أخذنا منهم اليوم الصوديوم 150 والبوتاسيوم 100 وكنا ماخذين كمان اليوريا وفي كمان أسيدز وفي كرياتينين وفيها هذول طلعوا 1000 milliosmol per day we must remove from our body if we are under normal food intake and physical exercise يعني somebody like you if this person is in the hospital and he's bedridden تحركش 700 milliosmol he must remove minimum يعني ما بيعرفوا ولا بيشرب انا اعطي اي في فلويدز من هون لهون 700 milliosmol بده يطلع اجباري 700 ملي اوزمون بده يطلعهم معناته في شيء بده يحملهم اللي هو المي عشان هيك هلا المعلومه الثانيه هاي ذيس از نمبر 1 نمبر 2 انه ذا كيدني كان ميك كونسنتريتد يورين ماكسيمالي اب تو 1400 ملي اوزمون بير لتر 1400 هاي الجملة الثانية، أعطيتكم جملتين هنا. أول جملة 700 we must remove. ثاني جملة الكلية تعمل 1400 maximum.
الجملة الثالثة بدي اياها منكم سؤال. So what is the minimum obligatory urine output؟ يعني ما هي اقل كمية من القبول يجب احنا انه نسويها بناء على المعلومتين الاولانيتين. المعلومة الاولانية كانت بتحكي انه 700 ملي اسبوع بير دي وي ماست ريموف. بيردين نمبر 1. المعلومة الثانية انه الكل كان كونسنتريت يورين up to 1400 ملي اوزمول بير لتر. السؤال هلا what is the minimum obligatory urine output؟ يعني بيردين نص لتر اللتر بيحمل 1400 نص لتر بيحمل 700 بس هيك الكونسنتريشن معناته شو معنى نص لتر هلا نص لتر يعني 500 مل بيردين يعني تقريبا 20 مل بير اور يعني تقريبا 0.3 ml per minute. هذول ثلاث ارقام قريبين على بعض. معناته if your urine output is less than this, this is you are suffering from acute renal failure. Is an acute renal failure one of the manifestation of acute renal failure is oliguria. Oliguria and less urine output. And oliguria is less than 480 or half liter per day, or less than 20 ml per hour. Then عرفنا ليش استعملنا نص لتر as cut line between normal urine output and oliguria. ليش؟ لأنه لو كان كليتنا تقدر تعمل concentration of urine 14,000 يعني حطينا صفر زيادة بدل 1400 14,000 كان 50 ml is enough بتصير الأوليغوريا 49 ml تكون 50 ml أو 55 ml is normal. هنا شو كان نواجه الأوليغوريا is then why half liter is the minimum obligatory urine output. And that minimum obligatory urine output is 1 ml. 1 ml in infants طبعا هذا per minute here. 0.5 ml per minute in children 0.3 ml in adults. بس هاي أرقام كتيرة يا دكتور هاي شو تحفظنا إياها كلها شو كم رقم فرق معطينا راح أعطيكم رقم واحد يغني عنهم كلهم المينيمم يورين obligatory يورين output per day يساوي 300 ml per meter square body surface area per day. يعني انت عندك على الاقل 2 مترين اذا مش اكثر طبعا انت كيف بدك تعرف تحط وزنك وطولك بيطلع لك على الكمبيوتر قديش البط سيرفيس اريا تبعك هذا الشطار اذا مترين معناته هو 600 عندهم المينيمم بالكاتريون اوت ولد عمره 6 سنين عندنا مثلاً 0.5 إذن هو 150 يعني 300 للمتر نص متر إذا هذا الولد بلش يطلع أقل من 150 بصير نقول أنه في عندي كدني problem فأنا مثلاً جيت عملت عملية لمريض في المستشفى
أثناء العملية أنا مخدر طلب مني الجراح إني أنزل الضغط مشان يخفف النزيف. نزلت الضغط زي ما قلت في الرسمة تحت 70. صار معي رينا فيليا. طبعاً أنا حاط له فوليس بالمثاني حاط كاثيتر. والمثاني الكاثيتر نحسب اليورين أوتبوت بير أور مش بير دي. بيكون كرمة مارقة بير دي. بير أور طلع عنده أقل من 20. طوالي الممرضة السيستر تحكي مع الدكتور في مشكلة عندي في الكلية. تعال سوي شغلك. يا طبيب أعطي أدويتك تبقى راسك. كمان أنا أتصور عنده عامل عملية وزي الكلية ما بتطلع يورين وأنت عم تعطيه فلويدز بتعمل إيش على الهارت بتذبحه. جيب آخرته مثلا. زين. كمان مرة بسأل سؤال. بقول المينيموم اوبليجاتوري يورين اوتبوت يساوي هاف لتر بالادلت. ليش؟ مين اللي حكى لنا انه هاف لتر؟ كيف عرفنا؟ ليش؟ مين اللي حدد هذا الحد؟ مين اللي قال انه هذا الطول طبيعي وهذا اقل وهذا اكثر؟ مين اللي قال؟ ليش؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. شو ما تبغى انا افكر حالي واضح كثير بالشرع مشان تفهموا؟ مين اللي قال نسبة الربين؟ ليش حطوا نسبة الكت ماي الأدلت؟ مش ما قالوا أكثر شوي أو أقل شوي؟ عشان إنه الكلية concentrating ability of the kidney is limited to 1400 مليوزمول بير لتر. علشان إنه أنا I must remove even if I don't make any movement 700 مليوزمول. معناته أنا I must lose half liter. If I make less than half liter then I have problem. أنا غصبت عني. طب إذا قال لك واحد روح اشرب مية البحر شو رأيك؟ شو بيقول لك روح بسط البحر؟ في ناس بيقول لك اشرب مية البحر صح؟ شو؟ إيش؟ مش فاهم مين اللي حكى الفايدة؟ الفايدك لا تخاف كتريها شو ارفع صوتك؟ بالحة والله منيح اللي حكيت لنا ما كنا عارفين السكن اللي عندك شو رايك مش طبيعي يعني لازم لي وانت قلت على المؤتمر اللي بعدين انا دول نوبل خيو معنا بالاردن خلينا ناكل كيت كات ما زال هيك شو رايك؟ قال لك اشرب مية بحر روح اشرب مية بحر شو تساوي؟ مية البحر أوزمولاري ديتاتو مثلا 2800 ملي أوزمول بير لتر قديش؟ 2800 مشان أطلعهم من جسمي بدي لترين. إذا بشرب لتر وبحط لتر من جسمي يعني بدون ما بكفيشني أنا عطشان وماكل هواء isn't but I was dehydrated and I become more dehydrated after I drink seawater. لأن أنت 2800 عشان تطلعهم جسمك بدك كم لتر؟ بدك منهم لترين بدك تشرب لتر. بدك تحط من جهتك لتر. اوكي؟ لما تاخذوا بدياتك اساليهم السؤال، الدكتور كمان عقد اساليهم السؤال. انت بدك تحسبي بالسيرفس اريا مش هيك بتنحسب يعني السيرفس اريا تشايلد عند نص متر. يعني احنا هون بنحكي بير كيلو جرام. سوري بير اول مثلا. بير كيلو جرام بير اول. كيف في؟